يسر قناة أهل الحديث والأثر بالأبيار أن تقدم لكم هذه المادة. أما العقيقة فهي ما يذبح عن المولود، العقيقة ما يذبح عن المولود، وهي سنة مؤكدة وحق للمولود على والده، لأنها عبادة يحصل من بركتها على المولود وعلى أهل البيت، يحصل من لأنها عبادة فيها أجر عظيم، فيحصل للمولود منها خير، ويحصل لأهل البيت شعيرة من الشعائر. نعم. في الموطأ أنه سئل صلى الله عليه وسلم عنها فقال: لا أحب العقوق. سئل عن العقيقة، العقيقة من العق وهو القطع، فقال: لا أحب العقوق، يعني ومنه عقوق الوالدين بمعنى قطيعة الرحم، قطيعة الوالدين. فهو يكره اللفظ، ما هو بيكره العقيقة نفسها، لأن السنة إنما يكره هذا اللفظ. فينبغي أن تسمى ذبيحة أو نسيكة كما قال ابن المنذر، ذبيحة أو نسيكة، ولا تسمى عقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا اللفظ. نعم. كأنه صلى الله عليه وسلم كره الاسم. نعم. وصح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. نعم. مقدار ما يذبح عن المولود عن الغلام شاتان، وعن الجارية البنت شات واحدة، وهذه إحدى المسائل التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر، هذه مسألة العقيقة ومسألة الميراث ومسألة الشهادة على الأموال رجل وامرأتان، ومسألة الدية، المرأة على النصف من الرجل في الدية، هذه أربع مسائل تكون فيها المرأة على النصف من الذكر، وما عدا ذلك فالذكر والأنثى سواء. نعم. وقال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. كل غلام رهينة بعقيقته، والرهينة معناه المحبوس، أي أن المولود يكون محبوسا حتى تذبح عنه العقيقة فيطلق. واختلف في معنى رهينا، رهن بعقيقته، ما معناه؟ قيل إنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه، وقيل واختاره ابن القيم أنه يكون أنه رهن بعقيقته، أي أنه يحصل عليه نقص، يحصل عليه نقص حتى تذبح عنه العقيقة فيستتم أمره. نعم. وقال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. هذا الحديث تذبح يوم السابع، هذا السنة أنه يوم سبعة، هذا فضيلة، لو ذبحها قبل يوم سبعة أو بعد يوم سبعة ما في بأس، إنما الأفضل يوم السابع. ويحلق رأسه، يعني الذكر يحلق رأسه الذي ولد وهو عليه شعره، يحلق الشعر الذي ولد وهو عليه، أما الأنثى فلا تحلق. ويسمى، السنة أنه يسمى يوم سابع. نعم. وإن سمي قبل هذا
أو خلق قبل هذا أو بعده فلا بأس. نعم. والرهن في اللغة الحبس. نعم، يفسر لكم الشيخ، يفسر لكم معنى رهن بعقيقته، ما المراد به؟ نعم. فقيل محبوسا عن الشفاعة لأبويه. نعم. والظاهر أنه مرتهن في نفسه، محبوس من خير يراد به. نعم، محبوس من الخير الذي يراد به. ففي العقيقة، في ذبح العقيقة عنه إقلاق له وحلول للبركة عليه والخير. نعم. ولا يلزم منه أن يعاقب في الآخرة. نعم، لأنه هو ما منه تقصير، وأيضا العقيقة ما هي واجبة، فليس فيها تركها عقوبة، ليس في تركها عقوبة، لأنها سنة، والسنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني المستحب، لأن السنة عند المتأخرين يريدون بها المستحب. نعم. ولا يلزم منه أن يعاقب في الآخرة، وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين. نعم، قد يفوت الولد خير كثير بسبب تفريط الأبوين، في تربيته، في ذبح العقيقة عنه، في تعويده على الخير، في أمره بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع. ولهذا جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة إلا فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تربية الوالدين يترتب عليها أمور كثيرة، إما خير وإما شر. نعم. وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين، كترك التسمية عند الجماع، يعني عندما يريد جماع زوجته قبل يحمل بالولد، فإنه يدعو، ورد أنه يدعو فيقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يدعو بهذا الدعاء قبل الجماع، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. نعم. وذكر أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عقيقة الحسن والحسين رضي الله عنهما: أن يبعثوا إلى بيت القابلة برجل، وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما. العقيقة ماذا يعمل بلحمها؟ أنها تعطى منها القابلة التي تولت توليد الحامل، القابلة هي التي تتولى توليد الحامل، تعطى من العقيقة، عقيقة هذا المولود، ويؤكل منها في البيت، ويهدى ويتصدق بلحمها. نعم. قال الميموني: تذاكرنا لكم يسمى الصبي. فقال: فهذا هو الكلام على العقيقة. الشفاء للإمام ابن القيم كتاب اسمه تحفة الودود في أحكام المولود، بسط فيه هذه المسائل، وهو متداول ومطبوع. ولا بد من التنبيه إلى أنه الآن فيه من ينادي، فيه من ينادي بأن العقيقة والأضحية ما تذبح في البلد ولا في البيت، تروح قيمتها، تروح قيمتها البلد آخر فيه محاويج للحم، هذا تفوت السنة به، الشعيرة تفوت به، لأن ما هو بالقصد التصدق، القصد العبادة وحلول الخير من هذه الذبيحة على أهل البيت، شعيرة تذبح في البيت عند أهل البيت، هذه هي السنة. وأما من يريد يتصدق على المحتاجين فإنه يرسل لهم صدقات، لكن ما يغير العبادة، يغير العبادة ويرسلها دراهم،
تصدق بها يقول الدراهم أحسن، ما هي بأحسن الدراهم، أو يقول يشربه يشرى بها هناك عقيقة أو أضحية وتذبح، يفوت المقصود، لأن المقصود ذبحها في البيت وفي البلد، ما هو المقصود أنها تذبح في أي مكان. قال تنبه لهذا. وكذلك يقولون في الأضحية، يقولون ما لا الناس ما هم بحاجة إلى اللحم، حسبون أن المقصود اللحم، ما هو المقصود العبادة والأجر، الناس ما هم بحاجة إلى اللحم، الثلاجات مليانة من اللحم، روح قيمتها يشربها ضحية هناك، ولا أنها توزع دراهم على المحتاجين. هذا تلاعب بالعبادة، لأنهم ما نظروا إلا إلى اللحم فقط، ما نظروا إلى المقصود لإظهار الشعيرة وحصول الخير لأهل البيت بذبحها، ما نظروا إلى هذه الأمور، نظرتهم على ما يقال مادية فقط، وهذا قصور تغيير، تغيير للعبادات عن وضعها. هناك مسألة أخرى، وهي أن الأضحية تكون عن الحي وعن الميت. ظهر من يقول الآن لا، الأضحية عن الحي فقط ولا يضحى عن الميت، مع أن الميت أحوج ما يكون إلى الصدقة إلى الدعاء إلى، فالأضحية تكون عن الحي وعن الميت أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن محمد وعمن لم يضحي من آل محمد، من أمة محمد، وعمن لم يضحي من أمة محمد، وهذا يشمل الأحياء والأموات، هل يقصرها على الحي فقط؟ من أين جاب التخصيص هذا؟ هذه نظرة قاصرة. لا يجوز العبث بالعبادات، تغيير العبادات بالآراء والأفكار والاستحسانات وفتوى فلان وقال فلان. تقبلوا تحيات قناة أهل الحديث والأثر بالأبيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.